السلام عليكم، معكم أيمن الخضمي. بسبب الحرب في اليمن اضطريت إني أسافر تركيا عشان أكمل دراستي الجامعية، وعشان كان تخصصي باللغة الإنجليزية فكان لازم أخذ كورسات إنجليزية، وأخذت كورسات عند أكثر من مدرس. بس للأمانة وعن تجربة شخصية كان أفضل مدرس وأكفأ مدرس تيتشر ناصر، لأنه كان لغته جدا ممتازة وأساليبه جدا رهيبة، وكان يعني دائما محادثات ويحاول يحل مشكلة الطالب، ما يحبطك، يخليك تشارك حتى لو غلط حتى لو فشل. فكانت تجربة جدا ناجحة، والحمد لله اجتزت 6 شهور وأخذت الكورسات مع تيتشر ناصر واختبرت ودخلت في جامعة في تركيا، والآن أنا سنة أولى هندسة. فحبيت أكلمكم عن تجربتي، كانت جدا رهيبة، وأنصحكم إنكم تجربوا الدراسة مع تيتشر ناصر. يعطيكم ألف عافية.